سلسلة الأشعة الكهرومغناطيسية، الأمواج المرئية، هي الفئة الرابعة من الطيف الكهرومغناطيسي، ويبدأ مجالها عند النهاية العليا من الأمواج تحت الحمراء، ويتراوح طول الموجة لها ما بين 400 وحتى 700 نانومتر، وهذا يعني أن تواتراتها تتراوح ما بين 400 وحتى 750 تيرا هيرتز تقريبا، وهي التواترات التي تستشعرها العين البشرية، ومن هنا جاءت التسمية بالأشعة المرئية، والتي هي ليست سوى الضوء المرئي Visible Light. يتكون الضوء المرئي من 6 ألوان، 3 منها رئيسية هي الأحمر والأخضر والأزرق، وهي ما تتحسسه أعيننا بشكل رئيسي، فهي تحوي مخاريط من أنواع ثلاثة توافق كل لون من هذه الألوان. اكتشاف الطيف المرئي. بات معروفا لدى العلماء أن الضوء المرئي مكون من عدة ألوان يبلغ عددها 6، ولكن هذا الأمر لم يكن معروفا في البداية، وكانت أول تجربة تبين من خلالها أن الضوء له مكونات هي التجربة التي قام بها القصيص الإيطالي فرانسيسكو ماريا غريمالدي في العام 1665، إذ قام بتمرير ضوء أبيض عبر فتحة ضيقة إلى غرفة مظلمة ليسقط بعد ذلك الضوء على لوح أبيض. كان الهدف من تلك التجربة التأكد من أن عرض الحزمة على اللوح مطابق للعرض الذي حسبه اعتمادا على مسار الضوء الهندسي، ولكن ما حدث كان شيئا مختلفا، فقد وجد أن الضوء على اللوح قد تحلل أي انفصل إلى عدة ألوان، بالإضافة إلى أن اتساع الضوء على اللوحة كان أكبر من المتوقع. ولعدم معرفته بمكونات الضوء الأبيض حينها، دعا غريمالدي تلك الظاهرة بالإنعراج (diffraction). وفيما بعد أدرك أن الإنعراج لا يحدث فقط في حالة الفتحة الضيقة، إنما عند تسليط ضوء ما على حافة حاجز. في العام 1666 مرر العالم إسحاق نيوتن ضوء الشمس عبر منشور، فلاحظ أن الضوء يتحلل أيضا. لم تكن تلك التجربة الأولى من نوعها، فالعديد من العلماء قبل نيوتن مرروا ضوء الشمس عبر المواشير ولاحظوا تلك الظاهرة، ولكن نيوتن كان أول من أدرك أن الضوء الأبيض هو مزيج من الألوان دون أن يفهم لما يكون مزيج الألوان ذاك الضوء الأبيض. لقد عرف نيوتن أن ظاهرة الانعراج أو تحلل الضوء تحدث عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى آخر، الأمر الذي يسبب انحراف الألوان المختلفة المكونة للضوء الأبيض بمقادير مختلفة. وبعد أكثر من 100 عام قام الفيزيائي البريطاني توماس يونغ بتفسير ما عجز نيوتن عن فهمه. ففي العام 1801 أقنع يونغ المجتمع العلمي بفكرة أن الضوء ينتقل على شكل أمواج، وهي الفكرة التي قدمها من قبل العالم الهولندي كريستين هوكنز دون أن يثبتها. ونجح يونغ حتى بقياس أطوال أمواج الطيوف المكونة للضوء الأبيض، متمما عمل نيوتن، واستنتج أنه كلما كانت طول الموجة أكبر كان انحراف الضوء أقل لدى انتقاله من وسط شفاف لآخر المطيافية سبكتروميتري. بالإضافة إلى دور الأشعة المرئية بالرؤية، فإنها تخبرنا الكثير عن الأشياء حولنا كالنجوم مثلا، فعندما ننظر إلى الشمس نراها تشع بلون أصفر، هذا يعني أن حرارة سطح الشمس تصل إلى 5500 درجة مئوية، ولو كانت حرارة سطحها أقل ولنقل أنها تبلغ 3000 درجة مئوية تقريبا لوجدناها تشع بلون أحمر، وإذا كانت حرارتها أعلى فتصل على سبيل المثال إلى 12000 درجة مئوية تقريبا لكانت تشع بلون أزرق. يمكن استخدام الطيف المرئي في تحديد هوية المادة أو العنصر الكيميائي، فالطيف الذي يصدر عند تمرير شعاع ضوئي عبر سحابة غازية يطلعنا على هوية العناصر الموجودة في تلك السحابة من خلال الانقطاعات الحاصلة في الطيف المرئي، لأن الضوء عند مروره في الخلاء عبر منشور يعطي طيفا مستمرا دون وجود أي فواصل أو انقطاعات. ولكن إذا مررنا الضوء عبر سحابة غازية مثلا ومن ثم عبر منشور، فإن الطيف لن يبقى مستمرا وسيعاني من انقطاعات تظهر بلون أسود، وبتحديد مكان هذا الانقطاع نستدل على العنصر الكيميائي الموجود في السحابة كأن يكون هنالك منطقة سوداء صغيرة عند اللون الأحمر، فذلك يدلنا على وجود غاز الهيدروجين في تلك السحابة.